موجز ثاني خاص بوفاة عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الأسبق للجزائر، أهلا بكم. قال وزير الخارجية رمطال العمامرة إن الأقدار شاءت أن توافي ألمانية عبد العزيز بوتفليقة مع افتتاح دورة الجمعية العامة المتحدة. هذا الحدث يذكرنا حسب رمطال العمامرة بدوره الهام ونجاحاته الدبلوماسية خصوصا خلال رئاسته للدورة 29. وأضاف رمطال العمامرة أن بوتفليقة أصبح الآن جزءا من تاريخ شعبه والمجموعة الدولية، كما قدم العمامرة التعازي الخالصة لأهلي عبد العزيز بوتفليقة وذويه. ويعتبر رمطال العمامرة أول المسؤولين الجزائريين الذين يقدمون التعازي لبوتفليقة وعائلته. وعن آخر المستجدات متابعينا عن جنازة عبد العزيز بوتفليقة، انطلق قبل قليل الموكب الجنائزي من الإقامة الرئاسية بزيرالدا متجها إلى مقبرة العليا، وبمقبرة العليا لم يصل بعد الرئيس عبد المجيد تبون وطاقم الحكومة، وتنقل عدد محتشم من المواطنين لحضور الجنازة، إلا أن مصالح الأمن منعتهم من دخول المقبرة، كما تم منع الصحافة الوطنية والأجنبية التي حضرت بكثافة دخول المقبرة. متابعينا نربط الاتصال بالزميلة الصحفية ليندا عبو المتواجدة في مقبرة العليا لتطلعنا عن الأخبار هناك. أهلا وسهلا ليندا. صباح الخير كنزة، صباح الخير لكل مشاهدي ومستمعي راديو ان. صباح الانوار ليندا عبو، كيف هي الاجواء بمقبرة العليا؟ في مقبرة العليا يتواصل وصول الوفود الرسمية الى هنا لمقبرة العليا. هناك كذلك مواطنين، كما قلت في بداية الموجز، هو عدد محتشم للمواطنين، ويعني هنا القوات الأمنية منعت كل من المواطنين والصحفيين كذلك من الولوج إلى داخل المقبرة للتغطية أو لحضور هذه الجنازة. هناك أيضا هنا أمام مقبرة العالية وفد عن الزاوية البلقايدية، عدة شيوخ من هذه الزاوية حاضرين أمام المقبرة، عدد من المجاهدين كذلك اللي عرفوا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ولا الناس خدموا معاه ولا مواطنين يعرفوه ومتعاطفين معاه وفقط. هل استفسرتم زميلتي ليندا عبو حول منع الصحفيين والمواطنين من دخول مقبرة العليا؟ ما هو السبب الرئيسي؟ هناك من يتكلم عن أمور أمنية، وكاين تكلم كذلك حول الاعتماد. هناك صحفيين حاولوا قربوا من مدخل مقبرة العالية، جربوا حظهم إذا كان يقدروا يقوموا بالتغطية من الداخل، ولكن قيل لهم أنهم لا يملكون اعتماد، إذن ليس لهم الحق في الدخول إلى داخل المقبرة. كل صحافة الخاصة من وسائل إعلام مرئية بصرية، تلفزيونات، جرائد، ووسائل إعلام إلكترونية متواجدة هنا خارج المقبرة. ما هي المواطنين، عندما تقربتم من المواطنين وش هي ردة فعلهم من وفاة عبد العزيز بوتفليقة؟ أنا تقربت من عدد من المواطنين. هناك مواطنين كما قلت لك مجاهدين عرفوه، يقولوا أنهم قاموا بالثورة من أجل تحرير الجزائر، ويعني عرفوه من هذا الجانب، من جانبه المجاهد في ثورة التحرير الوطني. وهناك أشخاص عملوا معاه ولا فقط يظنوا أنه عبد العزيز بوتفليقة كان عنده إيجابيات أكثر من السلبيات في فترة حكمه هنا في الجزائر، ويتهموا أخوه سعيد بوتفليقة، يقولوا أنه هو اللي كان السبب في مجرى وليس عبد العزيز، وأنه الحياة كذلك القدرة الشرائية كانت أرخص أنذاك في وقت عبد العزيز بوتفليقة، وأنه المعيشة اليوم غلت بعد. هل من جديد حول وصول ربما رئيس عبد المجيد تبون والوفد الحكومي؟ قيل أنهم لا، زميلتي كنزة كما قلت. ألو، نعم نحن في الاستماع لنا. كما قلت، بما أن موجودين في الخارج خارج المقبرة، وإحنا بعاد على الطريق الرئيسي اللي يمروا من الوفود الرسمية، السيارات الرسمية، اللي إحنا كصحفيين صعب لنا أنه نفرقوا ولا نعرفوا
الموكب اللي فات لأي مسؤول يعني. ولحد الآن شفنا عدة وفود لحقت، ولكن لا نعلم هنا في الخارج لا نعلم من هم شخصيات أو المسؤولين اللي موجودين داخل المقبرة. نعم زميلتي ليندا، ربما سؤال آخر، أنت كنت حضرتي جنائز يعني تاع مسؤولين سابقا، يعني مقارنة بال يعني الجنائز السابقة، يعني وش هي ملاحظاتك يعني حول يعني الجنازة تاع عبد العزيز بوتفليقة والجنازة السابقة، يعني وش هي المقارنة؟ يعني أنا تكلمت مع زملاء اللي عندهم خبرة أكثر، اللي غطاو يعني جنائز أكثر وفي فترات مختلفة في الجزائر، هنا اللي عندهم خبرة يعني حسبهم هما في كل مرة كان يسمح لهم بالدخول، يعني تكلم على صحفيين كان يسمح لهم بالدخول إلى داخل المقبرة للتغطية، وليس الحال كذلك اليوم. شكرا جزيلا ليندا عبدو. العفو، شكرا لك. إذا كما قالت يعني زميلة ليندا عبو، الصحافة والمواطنين ممنوعين من ولوج مقبرة العالية أين سيتم دفن جثمان عبد العزيز بوتفليقة كما قلنا في مربع الشهداء. يعني تفاصيل أخرى متابعينا سنوافيكم بها في مواجزنا المقبلة، ابقوا معنا وعلى تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وعلى موقعي radio-m.net ومغرب emergent.net. إلى اللقاء.